فضاء 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 برنامج ثقافي أسبوعي يعده ويقدمه سمير الحجاوي، يخرجه عبد الواحد محمد. مع تساقط أوراق الشجر في الخريف تتلون الأفكار كقوس قزح، ونسير في الدروب بحثا عن الأشواق والحنين، نبحث عن ذواتنا في الحقيقة والخيال، نمشي في الشعاب الوعرة بحثا عن ضوء في آخر الطريق، نتوق إلى منارة تهدينا إلى سواء السبيل، أو إلى حلم يأخذ بأيدينا إلى حيث نريد. وليس من حلم أجمل من الكتاب، فهو الحلم والحقيقة، وهو الواقع والخيال، وهو الحاضر والماضي والمستقبل. ولأن الكتاب هو البداية والنهاية، تزخر حلقتنا بالكثير من جمال الحرف واللغة والنص والرواية والقصة والشعر والفن. نستضيف في هذه الحلقة الكاتبة والروائية الدكتورة سناء كامل الشعلان، أستاذة النقد والأدب الحديث، التي يمكن أن نطلق عليها حاصدة الجوائز. 63 جائزة هي حصاد مسيرتها الأدبية، كان آخرها جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة روايات الفتيان. في فضاء مؤلف وكتاب، نغوص في أعماق المجموعة القصصية بين رصاصتين للكاتب والقاص السوري الدكتور لؤي علي خليل، وهي مجموعة تحكي عن معاناة الإنسان السوري المعذب بالحرب والحرمان والشتات. كما نقدم تقريرا أعده الزميل مسعود عبد الهادي عن معرض معلمة المستقبل في جامعة قطر، والذي عرضت فيه طالبات كلية التربية 85 لوحة فنية تدمج الفنون البصرية بالمناهج التعليمية بغية استخدام الفن لتطوير المعارف والمهارات. ونختم حلقتنا بقصيدتين للشاعرين الفلسطينيين الكبيرين محمود درويش وتميم البرغوثي بمناسبة مرور 102 على وعد بلفور المشؤوم، وهو الوعد الذي أعطى فيه من لا يملك فلسطين إلى من لا يستحقها. فأهلا وسهلا بكم. نرحب في هذا اللقاء بالدكتورة سناء كامل الشعلان، الأديبة والإعلامية والناشطة الحقوقية والفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الفتيان وعن مخطوطاتها، طبعا رواية غير منشورة، عن مخطوطاتها أصدقاء ديما. أولا لو تحدثينا شيئا عن نفسك، من هي الدكتورة سناء شعلان؟ سناء شعلان أديبة تبحث عن فضائها الخاص، وهذا الفضاء يعني يتكون من فضاءات متداخلة. فأنا بالابتداء أنا أستاذة جامعية، أستاذة النقد الحديث في الجامعة الأردنية، أحمل الدكتوراه في هذا التخصص، وأنا كما يعلم يعني معظم الروائية وقاصة ومسرحية، فضلا عن عملي في الجانب الإعلامي والحقوقي، فأنا ممثلة لأكثر من جهة حقوقية في الشرق الأوسط. جميل جدا، يعني ماخذي ما شاء الله نشاطات متعددة ومواهب متعددة أيضا. نشكر الله، يعني نشكر الله. جميل دكتورة، أنت فزتي بجائزة عن مخطوطتك أو روايتك التي لم تنشر بعد والتي ستنشرها كتارا، وهي أصدقاء دينا. هل لا تحدثين عن هذه الرواية؟ الحقيقة الرواية كما ذكرت حضرتك آنفا أنها رواية غير منشورة، أي أنها سيكون أول طبعة وظهور ورؤية للشمس عن طريق منشورات كتارا ضمن جائزتها السنوية، وهي رواية لفتيان يعني في سن 14-11 إلى 18، والرواية هي تجربة خاصة في عالم ذوي الاحتياجات الخاصة، فجميع أبطالها من ديما والآخرون جميعهم على بلا استثناء هم أصحاب حاجات خاصة. فديما بالدرجة الأولى مصابة بمتلازمة داون، والآخرون هناك يعني تعدد من الحاجات الخاصة الجسدية والعقلية، وهي تحاول أن تنظر أو تطرح كيف هؤلاء يتعاملون مع العالم وكيف يرون العالم، وصولا إلى فكرة مهمة وهي كيف نتعامل مع هؤلاء. هؤلاء ليسوا عالة وليسوا خطأ وليسوا عبئا، هم حالة مختلفة
فقط، هم استثناء، والاستثناء ليس بالضرورة أنه خطأ. هل كنت تتوقعين الفوز بالجائزة؟ يعني كل من يقدم الجائزة يكون على الأقل يتمنى ذلك. نحن لا نعرف يعني نوعية ما قدم أو مستوى، ونعرف أن يعني المشاركة شرسة. تقريبا لا أعرف روائي لا يشارك في الجائزة يعني، وأكبر دليل الرقم الذي وصلت يعني رقم عملاق، والفرز ليس بالأمر السهل. يعني كل واحد يقدم وهو عنده هذا الأمل، ولكن تبقى التيسير الله. طبعا العدد الروايات أو الأعمال التي شاركت في جائزة كتارة للرواية العربية في نسختها الرابعة 1283 رواية، وهو عدد ضخم بكل بكل المقاييس. كيف تنظرين إلى هذه الجائزة؟ من أي زاوية تنظرين إلى جائزة كتارة للرواية العربية؟ سأنظر إليها من زاوية المشاركات. يعني عندما نجد جائزة تستقطب أكثر من 1200 تقريبا 1300 رواية في دورة واحدة، ولو حاولنا أن نقسمها على المشهد الإبداعي يعني تقريبا ليس هناك روائي مكرس أو مبتدئ إلا وشارك بها. وهذه المشاركة من المبتدئين تماما حتى المكرسين منذ نصف قرن أو ربع قرن، فهذا يدل بكل بساطة أنها جادة. يعني الحقيقة الجائزة أصبحت نقطة تحول في مسيرة كل مبدع، وأصبحت جواز مرور أيضا. يعني المبتدئ الذي يمر بكتارة هو يأخذ جواز مرور حقيقي في عالم الرواية وصناعتها. المبدع الذي له تجربة ومخضرم كأنها تتويج لهذه المرحلة. كتارة استطاعت أن تثبت وأن تضع نفسها على الخارطة بقوة، وقد لا أبالغ إذا قلت أنها أصبحت الجائزة العربية الأولى. يعني أصبحت هذه موازية لأكبر الجوائز العالمية، من يحصل عليها عربيا يشعر أنه أخذ هذه الشهادة العالمية. ماذا عن الجو الثقافي الذي صنعته الجائزة حاليا، سواء بتعريف المثقفين والأدباء على بعضهم بعض من جميع أنحاء العالم العربي؟ لا شك يعني أستاذ سامي، رأيت حضرتك ورأينا جميعا والمشاركون كذلك، أن ما كان موجود لم يكن جائزة وتسلمها فقط، بل هو عبارة عن مهرجان ثقافي بدليل ما هو موجود من أجندة وأعمال. هناك عندنا مؤتمرات، عندنا أعمال مسرحية درامية، هناك لقاءات مع المبدعين، حواريات، عروض سينمائية، وإشهار الكتب ومعرض الكتب وتوقيعها وإشهار المكتبة. يعني هو مهرجان بكل ما تحمل كلمة من معنى، واستقطاب للأساتذة الجامعية المتخصصين، للإعلاميين المتخصصين من كل الوطن العربي، لمن الأدباء. ما رأيناه هنا هو كانت مجاورات ثقافية بكل ما في الكلمة من معنى. هل تعتقدي أن هذه الجائزة يمكن أن تؤدي إلى دفع الرواية في العالم العربي قدما إلى الأمام، وأنها تستطيع أن تؤثر في الدول العربية ككل؟ فعليا هي فعلت ذلك. يعني الآن نحن كثير من الأعمال الغير منشورة نشرت عن طريق كتارة، والأعمال التي نشرت في طبعات ضعيفة أو قليلة أو محصورة الآن في نسخ عالمية، هناك ترجمات وتقديم. بالتأكيد هي الآن، أنا سمعت البارحة حول ما يقارب 500 أو 600 منشور. يعني هذه عمل ليس جائزة وليس مؤسسة فقط، هو عمل كأنه جبهة دولية يعني كاملة للصناعة الرواية. كيف تنظرين إلى الواقع الثقافي في العالم العربي، واقع الثقافة في العالم العربي؟ لا شك أنه يعني قلق بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، والتي أثرت بالتأكيد على الوضع المالي. وضع قلق متردي تسوده ما يسمى بالمافيات الثقافة، العصابات. الأديب الحقيقي أو الذي يريد أن يقدم أبداع ليس له جهة تدعمه، بل هو يعني يذهب نهبا للعصابات، للمافيات، لسماسرة دور النشر. يعني هو آخر من يضع له حقه. ولذلك تأتي يعني جائزة كتارة لتنصفه إلى حد كبير. هناك دعم مالي، يعني دعم يبدأ به حياته الأدبية تماما. هناك نشر، هناك تسويق، هناك ترجمة. يعني ماذا يريد الكاتب؟ وهناك أيضا تسليط إعلامي، هذا مهم جدا. يعني كثير من الأدباء المبدعين هم يعني مبعدون أو مقصرون عن الشاشة الإبداعية أو المشهد الإعلامي. كتارة تقدمهم بقوة لكل هذا المشهد. نعم، من الملاحظ أن 4 من 10 من الذين فازوا هم من الأردن. كيف تفسرين هذه الظاهرة؟ الدكتور خالد الحروب وصف، علق تعليقا طريفا وقال روائي لكل منزل. يعني لا شك نحن فخورون. يعني هذه تجربة جميلة، وهي تؤكد أن هناك المشهد الروائي الأردني بالتحديد مشهد نشط ومتميز، له حضوره وله مشاركاته وله قدرته على التجريب.
يعني. وهذا يعني نشعر بالفخر الكبير إلى جانب إخواننا العرب وجودنا، ولكن الحمد لله استطعنا أن نقدم بصمة خاصة. ماذا ينقص المثقف العربي أو الأديب العربي لكي ينطلق إلى الأمام؟ ينقص مؤسسات ودعم مثل كتارة. تخيل لو كان في كل دولة عربية مؤسسة أو اثنتين أو أكثر ككتارة، ماذا سيكون؟ يعني كل إشكاليات المبدع من ترهل النشر، من ضياع حقوقه، من غيابه على المشهد، كل هذه الإشكاليات ستختفي يعني. وهذه دعوة، يعني دعوة لدولنا العربية كلها أن تكون عندها مؤسسات حقيقية معنية بالصناعة، وليست فقط مجرد وجود وواجهات إعلامية وأماكن لتوزيع المناصب الثقافية إنما شاء يعني. لماذا لا يحدث ذلك؟ لماذا لا توجد مثل هذه المؤسسات؟ طبعا غياب التدقيق الحقيقي، غياب التخطيط الحقيقي، توزع هذه المهام على غير أصحابها بالتأكيد. يعني يجب أن يكون من يحمل الهم الثقافي هو مثقف حقيقي وعنده اهتمامات، وليست مجرد وظيفة مثقف. نحن ما نراه في المؤسسات العربية وظيفة مثقف، قد يأتون بموظف من أي دائرة ليس له علاقة فقط ويضعه على رأس الهرم الثقافي، فكيف سيتعامل هذا الشخص؟ يعني بالتأكيد سيكون خطواته متعثرة ومستهترة. مطلوب من المثقف أن يصنع الحلم. الآن الكثير من الأدباء والكتاب تحولوا إلى آلات تصوير للواقع، هل تتفقي مع هذه النظرة؟ أنا أتفق أو أرى أن المبدع ليس مطلوب منه أن يكون مصور فوتوغرافي، ولكنه يعني يكون عين مختلفة، عنده قدرة على الزوايا المختلفة، الرؤية المختلفة. ليس من العيب، وهذا طبيعي، أن تنطلق من محليتك، من خاصيتك، من ذائقيتك، من ذاتيتك، لكن يجب أن تكون قادر على استيعاب المساحات الأخرى. إذا بقيت في ذاتك يعني هذا سيخنقك، ولكن في نفس الوقت يجب أن نبتعد عن ثقافة الوهم. يعني الآن هناك من يريد أن يبتعد عن الواقع فيقدم ثقافة وهم يغرقنا يعني أيضا نحن في حاجة الآن ماسة إلى ثقافة الحقيقة، لكن بشكل الفني الرؤوي، وليست فقط بالنقل والطبع. يعني نحن لا نحتاج أن تقول لي الشارع فيه مشكلة فلانية أنا أراها كل يوم وعيشة، لا أحتاجها بهذا الشكل، أحتاجها بشكل آخر. دكتورة، هناك سؤال ملح هو سؤال الحرية. نعم. لا أدب بلا حرية، لا ثقافة بلا حرية، لا رفاه بلا حرية، كيف تنظرين إلى الحرية في العالم العربي؟ يعني إذا كنت تتكلم عن الحرية الثقافية يعني أو الحرية بشكل عام، يعني نزعم كذبا أننا يعني نعيش في أعلى سقوف الحرية، يعني تعرف نحن لا نعيش ذلك، والأوضاع القلقة في الشرق الأوسط جعلت يعني السقوف تنخفض جدا، وهذا ينعكس بالتأكيد على الأدب. لا زال يعني الأديب هو محكوم إلى منطق كثير من التابوات، ويعني والسير عليها هو مثل يشبه السير بين النيران، يعني عليك أن توازن ما بين الحقيقة والوهم، بين الرضا والمقبول، بين التابوات والممنوع، لأن الاصطدام مع هذه المعطيات ليس بالأمر السهل، وأحيانا قد يتيح بالتجربة الإبداعية، يعني يحولها من تجربة إبداعية لتجربة إعلامية تحتاج إلى أخذ وجه، وهذا يعني ينهك المبدع. هل تعتقدي أن الكاتب العربي أو الأديب العربي يمكن أن يخلع من قلبه الخوف لكي يكتب كما يريد؟ قد يجيبك متحمس فرح نعم، لكن لا أعتقد ذلك. لازلنا عندما نكتب في عندنا رقابة ذاتية إجبارية، رقابة مجتمعية، رقابة سياسية. لا، الأديب الذي يقول لك أنه يكتب بصراحة مطلقة في الفضاء العربي أعتقد أنه موهوم، يعني ليس، لا نكتب بهذه الحرية، يعني دائما نقوم بدور الرقيب الذي يقص ويرفع ويلصق حتى يكون في أقرب مقاربة مع ما هو مقبول. هل يمكن أن نتخلص من هذه الحالة؟ لأن ممكن، يعني لماذا الغرب تخلص يعني؟ ولكن هو عاد صياغة مرجعياته كلها، مرجعياته، أولوياته، مشاهده، عادها كلها، يعني نحتاج إلى ثورة فكرية كاملة ومشهدية، وهذا يعني يحتاج إلى وقت. كيف تنظرين إلى العلاقة الجدلية بين السلطة والأدب أو السلطة والثقافة؟ هو كما نراه تماما، أنت تعرف يعني السلطة تحتاج إلى المثقف المزور لكي يطبل ويزمر، وهناك مطبلون ومزمرون يعني عدد كبير وموجودون في كل المشهد، يعني نراهم حول السلطة، وهناك من يصمم على أن يكون صوت خاص ولذلك تراه مبتعد ومبعد عن كل المشهد، وهناك الصامتون، يعني هناك مبدعون حقيقيون للأسف سقطوا في فخ الصمت، يعني لا يريد أن يبدع أو يكتب ويبتعد عن المشهد. فضاء. في
فضائي مؤلف وكتاب، نتوقف هذا الأسبوع مع المجموعة القصصية بين رصاصتين للكاتب والقاص السوري الدكتور لؤي علي خليل. تسلط قصص بين رصاصتين الضوء على تفاصيل صغيرة من حياة السوريين خلال سنوات الحرب التي أكلت الأخضر واليابس في سوريا، وتعد هذه المجموعة هي الثانية ضمن مدونة الحرب الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وقد سبقتها المجموعة الأولى دم العصافير التي لخصت مأساة الطفولة السورية المهدورة. تتألف هذه المجموعة من 14 قصة، أو لنقل 14 صدمة أدبية تروي واقعا أشد عجائبية من الخيال، وهي محاولة لنقل البعد الإنساني للصغار والكبار والشيوخ والمعتقلين والمهجرين والأمهات. إنها باختصار حكايات الناس الذين لا تسمع أصواتهم. الدكتور لؤي خليل الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة قطر، مرحبا بك معنا في برنامج فضاءات. أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك. دكتور، صدر لك مؤخرا كتاب بين رصاصتين عن الدار العربية للعلوم، مجموعة قصصية قصيرة، حدثنا عن فكرة هذا الكتاب. الكتاب يعد الحقيقة هو جزء من سلسلة متكاملة وضعتها تحت عنوان عام اسمه مدونة الحرب. هذه المدونة تتألف من 4 أجزاء، كل جزء له عنوان ويعنى في قضية محددة دون الجزء الآخر. الجزء الأول صدر بعنوان دم العصافير، الجزء الثاني هذا الذي نتحدث عنه اليوم بعنوان بين رصاصتين، وسيبقى عندي جزءان لاحقان يصدران إن شاء الله تباعا في العام القادم جزء، والعام الذي يليه جزء آخر. مدونة الحرب تحاول أن ترصد المشاكل والأحداث والمآسي التي جرت للناس في ظل الحرب التي قامت في سوريا ابتداء من الثورة في عام 2011 وانتهاء بما نحن عليه الآن 2018 بعد مرور حوالي 7 سنوات من الثورة. هي محاولة لنقل البعد الإنساني دون مواقف سياسية، محاولة نقل البعد الإنساني للمأساة التي عاشها الناس صغارا وكبارا ومساجين ومهجرين إلى آخر ما هنالك. فكرت أن هذه المأساة، ولسيما أني قد عايشتها مدة سنتين لأنني عشت في سوريا من 2011-2012 وغادرت في بداية 2013، الجزء الأول رأيت أن أتحدث فيه عن المأساة التي عاناها الأطفال، ولذلك أسميته دم العصافير، ما حدث للأطفال في ظل الثورة، في ظل الحرب التي شنها النظام على الناس وما جرى لهؤلاء الأطفال. الجزء الثاني هو بعنوان بين رصاصتين، يتحدث عن الناس، ما جرى للناس عامة، كافة الناس في ظل هذه الحرب، الناس البسطاء، بعض الناس الذين ليس لهم أي انتماء سياسي، بل الناس الذين لم يخرجوا في مظاهرات، الناس المدنيين في بيوتهم، ما جرى لهم من في ظل هذه الحرب اللعينة التي أتت على الأخضر واليابس. بالنسبة للجزء الثاني ضمن مدونة الحرب بين رصاصتين، ما هي أبرز معالم هذا الجزء؟ ما هي أبرز القصص التي وردت فيها؟ بشكل مختصر، الكتاب يتألف من 100 أو أكثر من 100 صفحة من القطع المتوسط، حدثني عن أبرز معالم هذا الكتاب. كتاب بين رصاصتين تقريبا يتألف من حوالي 14 قصة، حاولت أن تكون القصص متوسطة الحجم إلى قصيرة الحجم، لأننا في هذا العصر لم يعد المتلقي يقرأ النصوص الطويلة، وأعتقد أن الأحداث الثورة بما بها، أحداث المآسي التي جرت للناس بما فيها من توتر عالي، يحتاج إلى لمعات قوية بمنزلة الصدمة الأدبية والفنية التي تترك المتلقي في حالة دهشة. هذه دهشة تنبع من أنه يدرك وهو يقرأ أن الواقع أشد عجائبية مما كان يعتقد، هو أشد عجائبية من الخيال نفسه. ولذلك كل ما فعلت أنني حاولت أن أنقل هذه العجائب التي جرت على أرض الواقع فنيا، فأخرجتها في هذه المجموعة. المجموعة ترصد الأحوال النساء، أحوال الرجال، أحوال الشيوخ، علاقة الأمهات بأبنائهم الذين حاول النظام أن يعتقلهم، كيفية هروب الناس، كيف تعاملوا مع الأسلحة، كيف تعاملوا مع الطائرات اللي كانت تلقي البراميل فوق رؤوسهم، كيف تعاملوا مع الحيوانات. يعني هناك أناس، أذكر أحداث جرت بأم عيني، أن السماء تمطر براميل من المتفجرات، وأحد الجيران ذهب يركض حتى يحمي الحمام
من أن يسقط عليه القنبلة دون أن يخشى على نفسه. بعض الناس هناك كانت تحاول أن تأخذ القطط وتأخذ طعام للقطط تخشى عليها من أن يأتيها قنبلة مسيلة للدموع، يعني أمور لا تخطر على بال. حاولت أن أرصد ذلك، ولذلك هي بين رصاصتين، يعني تتحدث الحقيقة عن كل كائن حي وعانى من ويلات هذه الحرب. كيف انتهكت براءة الأطفال كما صورتها في قصة بين رصاصتين خلال فترة الحرب التي استمرت الآن منذ 7 سنوات؟ الحقيقة أعتقد أن يعني ما عدت أصدق أن هناك طفل بقي عنده شيء من مفهوم البراءة أو الدهشة في سوريا ممن عاشوا هذه السنوات 7، لأنه منذ إطلاق الرصاصة الأولى أو سفك الدم الأول أعتقد أن هذه البراءة سفحت على الأرض، لأن هؤلاء الأطفال كانوا منهم كانوا أبنائي حتى، كانوا يذهبون إلى المدارس وسرعان ما يعودون بسبب أن برميلا متفجرا سقط على المدرسة والغرفة التي هم فيها، وذهب ضحيتها مجموعة من أصدقائهم، رأوهم بأم أعينهم يتساقطون. هذا الطفل الذي خرج صديقه ليأخذ الخبز وسارا معا عبر الطريق يحملان الخبز، ورأى بأم عيني صديق الذي عبر الشارع في منطقة فيها قناص وجاءته رصاصة بين عينيه، أو الطفل الذي منعته أمه من الخروج أن يأتي بالطعام ولكنه أراد أن يأتي ليثبت بالطعام ليثبت لأمه أنه رجل وأنه يمكن الاعتماد عليه. ثم ما لبث منذ أن خطأ أول خطوة من في الطريق أن جاءته رصاصة في ركبته سقط بها على الأرض. الأطفال الذين ليس لديهم طعام ولم يأكلوا منذ مدة وتراهم في الشوارع يحاولون أن يبحثوا عن ذرات الخبز والطعام المتساقطة على الأرض، مثل هذا الطفل لا تستطيع أن تقول أن هذا الطفل بقيت عنده براءة. دكتور لؤي علي خليل، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية في جامعة قطر، مدونة الحرب حتى الآن، دم العصافير وبين رصاصتين، ماذا بعد؟ المجموعة الثالثة، الجزء الثالث من المدونة، ستكون خاصة بالمساجين. لا تزال مأساة المعتقلين قائمة حتى الآن منذ 7 سنوات. الناس بدأت تنشغل عنهم بأشياء كثيرة، ولكن هؤلاء المعتقلين لهم علينا حق كبير أن نذكر الناس بهم، أن نتحدث عن مآسيهم. هؤلاء مغيبون وأهلهم لا يعرفون عنهم شيئا، بعض الناس لا تعرف إذا كانت أبنائهم قد ماتوا أم لا زالوا على قيد الحياة. في المجموعة هذه أعمل عليها الآن، أعتقد أنها ستنتهي قريبا بإذن الله تعالى، ولعلها ترى النور في عام 2019، لأنني في كل عام تقريبا أصدر مجموعة. هذه القصص لأنني يعني ما جربتها، ما خضعت لهذه التجربة، الحمد لله رب العالمين، تجربة الاعتقال، ولذلك نقلت قصص من اعتقل ومن خضع لهذه التجربة المأساوية للأسف، ونقلت هذه التجارب من الناس ثم حولتها إلى قصص. بعضها يعني سمعتها على ألسنة مفكرين، بعضها سمعتها على في لقاءات خاصة، بعضها سمعتها من الأقارب مما كانوا معتقلين. أيضا هي يعني قصص لا تكاد تصدق في الحقيقة، يعني ولا سيما القصص التي تتعلق بالأطفال الذين ولدوا في المعتقل، وهذا الطفل الذي ولد في المعتقل وهو لا يعلم ماذا يوجد في العالم الخارجي، لا يعرف ما معنى الضوء، لا يعرف ما معنى الشجرة، لا يعرف ما معنى العصفور، لا يعرف ما معنى حكاية، لا يعرف شيء. هؤلاء يعني مآسيهم كبيرة، فالمجموعة الثالثة ستكون لهم إن شاء الله. الرابعة الذي بعدها ستكون خاصة بالمهجرين، أولئك الذين خرجوا من سوريا وهم يظنون أو صدموا بمأساة حقيقية. كنا ونحن صغار نقول بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني، فخرجوا هؤلاء وهم يعني يحملون هذا النشيد وفوجئوا أن الأمر ليس كما يتوهمون على الإطلاق، وأن الذين استقبلوهم على الحقيقة هم أوروبا الغرب، وأن هؤلاء في الغرب قدموا لهم أشياء صدمتهم في الحقيقة، كانوا يتوقعون أن تقدم من إخوتنا العرب، لكن هذا الأمر للأسف لم يحصل. ثم بعد ذلك جاءت المفاجأة الأخرى، هو أن يطلب من هؤلاء أن يندمجوا في المجتمع الغربي، وما تلا ذلك من تنازلات بدأت تقدمها هذه الجماعات والأسر بما بدأنا نسمع عنه مرارا وتكرارا، هي حقيقة حديث فقط عما جرى لهؤلاء في الدول المجاورة الطوق لسوريا وفي الدول البعيدة عنهم، لرصد هذه التجربة حتى تكون بالجزء الرابع يعني نوع من الاكتمال لمدونة الحرب. جميل دكتور، خلال مشروع يتألف من 4 مجموعات قصصية، دم العصافير، بين رصاصتين، ثم مجموعتان قادمتان إن شاء الله تقدم توثيقا أدبيا فنيا لسنوات الحرب التي مضت على سوريا وعلى الأمة العربية. دكتور، لو تقرأ لنا قصة من مجموعتك القصصية بين رصاصتين حتى يكون القارئ على اطلاع ببعض ما ورد في هذا الكتاب. سأقرأ حتى لا أطيل على المستمعين، سأقرأ قصة قصيرة بعنوان قناعة
كل يوم تستيقظ قبل شروق الشمس وتلف شطيرة الجبنة مع المرتديلا كما يحبها وحيدها المدلل. تضعها على الطاولة الصغيرة ليأخذها معه إلى المدرسة، ثم تعود لتكمل نومها. وعندما تستيقظ تكتشف أن الشطيرة لا تزال على حالها فوق الطاولة، فتحزن لأنه سيكمل يومه بلا إفطار. وفي صباح اليوم التالي تعيد الكرة من جديد بلا ملل. هو لم يقتنع حتى الآن أن يغير من عاداته، وهي لم تقتنع حتى الآن أنه استشهد منذ سنتين. كم هي مؤثرة هذه القصة دكتور لؤي علي خليل؟ مجموعة قصصية بالفعل تستحق القراءة، هي صادرة عن الدار العربية للعلوم خلال العام 2018. نتوقع أيضا إصدار آخر للدكتور خلال العام القادم يتحدث من خلاله عن معاناة المساجين والمعتقلين في سجون النظام. دكتور لؤي شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لهذا الاهتمام وشكرا لاستضافتك. فضاء. نعود إلى ضيفتنا في هذه الحلقة الكاتبة والروائية الدكتورة سناء كامل الشعلان. من المعروف دكتورة سناء الشعلان أن لديك عدد كبير من الكتابات، هل وضعتينا بصورة هذه الكتابات وهذه الأعمال التي قمت بإنجازها؟ أنا عندي نحو 53 منشور، وطبعا 53 منشور في بعضها طبع أكثر من طبعة، تتوزع على المحاور التالية. يعني أولا ابتداء في البعد النقدي، أنا متخصصة بالنقد ولذلك عندي كتب نقدية، وعندي روايتان منشورتان واثنتان تحت الطبع الآن، وعندي نحو 13 مجموعة منشورة قصصية ومعظمها حاصل على جوائز، فضلا عن الروايات أيضا حاصل على الجوائز. وعندي عدد كبير من أعمال أطفال المنشورة، ونهاية عندي مجموعة من أعمال المسرح التي مثلت على المسرح. يعني أنت معتادة على الجوائز إذن؟ هذه الجائزة 63. جائزة 63؟ هذه مفاجأة، مفاجأة من العيار الثقيل، لم أكن أعرف ذلك. أي جائزة 63، ولكن لا أكذب عليك إذا قلت لك أن فرحتي فيها كبيرة. جميل. كبيرة فوق ما تتخيل. 63 جائزة. نعم. دكتورة سناء الشعلان، طيب دكتورة أنت أكاديمية أيضا وتدرسين النقد وتدرسين الأدب الحديث. في نعم. الأدب الحديث في الجامعة الأردنية. كيف ترين البيئة الأكاديمية حاليا فيما يتعلق بالأدب؟ أنا أرى أنه إذا بدأ السرطان يعني في الجسد فإنه دائما يستشري في كل مكان. فمن يقول أنه البيئة الأكاديمية يعني العربية بالتحديد، أنا أتكلم الآن عن البيئات العربية، أنها بيئات في صحة جيدة، فذلك إما كاذب أو موهوم. البيئات الأكاديمية هي إفراز حقيقي عن المجتمع بكل ترهلاته، بكل مآسيه، بكل محسوبياته. هناك طبعا أكاديميون بكل ما في الكلمة من معنى، من الجدارة والاستحقاق والعدالة، وهناك كم كبير من الترهل والعبء الذين وصلوا إلى المشهد أساسا بما يسمى بالواسطات والمحسوبيات، والآن هم يمارسونها بكل المقاييس. المشهد الأكاديمي ليس العربي، ليس مشهدا مفرحا أبدا وليس مطمئنا. ماذا عن طلاب الأدب؟ المشهد ذاته يعني كما يكون الطلبة يكون الأستاذ، وكما الأستاذ والطلبة. أيضا هناك من وصلوا إلى الجامعات إفرازات إبداعية، يعني هو فعلا كان مبدع ومتميز وجاء للتخصص بفعل رغبته، وهناك من كان يعني وجد نفسه خبط عشواء في التخصص مع قوائم التوزيع الموحد والقبول الموحد، فهو يعني وجد نفسه بالتخصص أساسا لا يهمه، معدله قادوا إليه أو قذفوا إليه، وبالتالي هو غير معني، يبدأ مع غير معني ويخرج غير معني. ما الحل؟ ما المخرج؟ كما قلنا يعني احنا اساسا عندنا يعني قضيه القبول الجامعي في الجامعات العربيه قضيه يعني غير ذكيه، وان كانت احيانا عادله لكن غير ذكيه. يعني ربط التخصص برقم معين تصل له وتوزيع الطلب على التخصصات يجعل كثير من الطلبه يضلون الطريق اجباريا. يعني من يريد ان يكون في المجال الفني يجد نفسه في الرياضه، الرياضه يجد نفسه في الادب، الادب يجد نفسه في العلوم. يعني انت تعرف هذه اشكاليه حقيقيه، يدرس تخصص لا يريده ويصبح بعليل. دكتوره، من المعروف ان الاوساط الثقافيه دائما تتميز بالشلاليه وتتميز بالمافيات والعصابات. هل يمكن أن تلقي الضوء على هذه المسألة بالذات؟
أعتقد أنني سأتكلم عن نقطة كل الآن مجتمع على الأقل في الوسط الثقافي يفهم ما أقول تماما ويستطيع أن يعني يبتسم ويضع الأسماء في ذهنه. المشهد العربي طبعا ليس في كل زاوية ولكن بشكل عام هناك شلالية، وهذه العصابات يعني أنا أسميها عصابات أكثر من شلة، كلها تستقدم بعضها. بعد فترة نجد أن الدائرة مغلقة من أجل مجموعة من اللصوص، لصوص الثقافة المتنفذين والمستفيدين منها، ونجد المبدع مقصى تماما عنها، قلما يكون هذا الأمر وشاذ عن هذه الصورة. وهذا طبعا كما تعلم يعني أول شيء يحضر الطاقات والأموال العربية والمجهود الثقافي بما يسمى تحت موظف ثقافة، يعني أي جريدة رسمية أي مؤسسة رسمية تحضر أي موظف أي كان من أي مكان وتعطيه منصب ثقافي، علما أن يعني هذه الكوادر الثقافية يجب أن تكون لها شروط ثقافية. يعني من يكون على سبيل المثال وزير ثقافة يجب أن يكون ينبثق من المؤسسة الثقافية، صحفي مهم ينبثق من المؤسسة الإعلامية، رابطة ينبثق منها المسؤول من الكتلة الثقافية ذاتها. يعني لكن أن تأتي في موظف باسم مسؤول ثقافي ويدير المشهد ويقدم نفسه على أنه مبدع، هذا بكل تأكيد سيغلق المساحة للمبدع الحقيقي. نعم، هناك جدلية دكتورة فيما يتعلق بعلاقة الثقافة بالإعلام، كيف تنظرين إلى هذا هذه العلاقة الجدلية بين الثقافة والإعلام؟ مرة سمعت لقاء يعني أضحكني، كانت يسأل إعلامي في لقاء يسأل إحدى المغنيات يقول لها يعني ما رأيك بالإعلام، فهي يعني تلطحت وقالت له بسفه الإعلام كذب، يعني تقول لك هي لا تحتاج، هذا كذب طبعا، هذا واضح أنها جهل. الإعلام مهم جدا للمبدع، هو يقدمه، وبالتالي الآلة الإعلام هي تصنع النجم حقيقة تصنع، وأيضا أحيانا قاصدة أو غير قاصدة تساهم بوعد نجم أو مبدع. ولذلك لا يمكن أن نتخيل أنه مشهد أدبي بدون مشهد إعلامي. يعني نعطي مثال، مثلا جائزة كتارة، أنا رأيت شيء جميل، هناك جهد ثقافي وهناك آلة إعلامية، وهذا مهم جدا. يعني يجب أن تكون هناك آلة إعلامية تقدم المشهد الثقافي وتروج وتسوقه، وهذا المشهد الذي يعني الغرب مستفيد منه أفضل منا، ويستطيع أن يروج. آلته الإعلامية قوية، أذرعها ممتدة، أقدامها ثابتة، بينما نحن وهي يعني اعتباطية، قد نجد إعلامي جاد ومهتم وآخر غير مهتم. أيضا دكتورة هناك أمر يتعلق بصناعة النشر في الغرب، النشر عبارة عن صناعة قائمة ذاتها. في العالم العربي نحن نفتقر لمثل هذا الصناعة. الصناعة لماذا؟ لأنه يعني ننتقد نفسه، أولا الذين يبدأون في هذه الصناعة ليسوا من أهلها، يعني كثير من أوقات يعني يريد أن يفتح دار نشر يستطيع أن يحصل على ترخيص، عنده مبلغ مالي، أحيانا يكون من التجار فقط، يعني هو تاجر ويريد أن يوسع مصالحه إلى جانب مصنع صغير، ما لا تكفي، يجب أن يكون هناك أعراف، يعني الذين صنعوا الصناعة الثقافة أو الإعلام أو النشر في الغرب، يعني تجد أنه أسرته من عشرات السنوات هي تعمل في هذا الصناعة، هو عنده أرضية. الصناعة كما قلت هي الصناعة، يعني تحتاج إلى حرفة، وهذه الحرفة تحتاج إلى علم ودراء، وليس فقط قرار بفتح دار نشر واعتبار أنها تجارة عادية. هي هذه ليست تجارة عادية، هي تجارة لكن بخصوصياتها، هي صناعة بخصوصياتها، مثل أي صناعة عريقة، صناعة السينما يعني هي صناعة عريقة مكلفة ومربحة، لكن ليس أي أحد يقوم فيها. يعني ما دكتورة سناء الشعلان، ما هي مشاريعك المقبلة؟ مشاريع المقبلة عما قريب، يعني سيكون هناك إصدار كما ذكرت لك لروايتين، يعني أعتقد أنهم ستكونان التجربة، يعني أزعم أنها ستكون خاصة في المشهد الروائي، ونحن نرى. يعني أنا متحمسة للعام المقبل لإشهار هذه الرواية الأطفال، يعني ستكون أيضا تجربة مختلفة. فضاء. التطويع الفني لغايات تربوية هو ما هدف إليه معرض معلمة المستقبل في جامعة قطر، وهو المعرض الذي يسعى لإبراز أهمية دمج الأنشطة الفنية البصرية في المناهج الدراسية لمرحلة الطفولة، ليصبح التعليم جذابا ومشوقا للأطفال، يحقق أهدافه المعرفية ويطور مهارات الأطفال الفكرية عبر استخدام الرسم والخزف والطباعة وغيرها من الفنون، وهو ما تقوم به الدكتورة لطيفة لمغيصيب بكلية التربية مع طالباتها اللواتي قدمنا 85 لوحة لتعزيز هذه الرؤية.
الزميل مسعود عبد الهادي زار المعرض وأعد التقرير التالي. طالبات مقرر الفنون البصرية غير متخصصات في الفن، ولكن المقرر متطلب أساسي لهن ليتعرفن من خلاله على كيفية دمج الأنشطة الفنية في المواد الدراسية لمرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، ليصبح التعلم فعالا وجذابا للطلاب، فيساعدهن ذلك على تحقيق الأهداف التعليمية. وتؤكد الدكتورة لطيفة المغصيب على أهمية التعلم من خلال الأنشطة الفنية الذي يجعل الطالب يقظا ومتابعا للمعلم. الفنون البصرية مهمة في التعليم، بالذات في المراحل الدنيا، المراحل الابتدائية والمراحل التعليم المبكر، الطفولة المبكرة، لأن الطفل ليس لديه قدرة على استيعاب فترة طويلة كلها شرح نظري، يعني يدوب حق 10 دقائق وبيفصل معك. تعلم من خلال الأنشطة الفنية تعلم يقظي، يخلي الطالب عندك أو التلميذ عندك يقظ لك، متفاعل معك، لأن أنت تخليه قاعد هو يشتغل، فتثبت المعلومة عنده، تحقيق الأهداف اللي دايما إحنا الهدف المعرفي سهل أن أنت بتقول له أهداف معرفية وبتعرف تتحقق منها، لكن المهاري هو بيبدأ ينشئ بإيد الشيء، بيبتكر بإيد الشيء، بيشكل من خلال قطعة خزف أو من خلال بعض الألوان الطباعة مثلا أو الأشغال اليدوية. النواحي القيمية، الوجداني، التفكير، التأمل أيضا في قدرة الرحمن في خلقه، فكل هالأشياء بتسهل العملية التعليمية. غير أن إحنا كدولة حريصة أن إحنا لابد أن نكون متماشين مع أحدث طرق التعلم والتعليم في العالم بشكل عام، وهو يعتبر دمج الفنون البصرية في المواد الدراسية. وتؤكد الدكتورة لطيفة على أهمية الثقافة الفنية بالنسبة للطالب الجامعي والمجتمع بشكل عام، فالفن رسالة وله دور مهم في التعبير عن قضايانا الاجتماعية وتوثيق الأحداث التي تمر علينا، كقضية الحصار مثلا. الثقافة الفنية مهمة لطالب الجامعة وللمجتمع بشكل عام، لأن بيكون لديه وعي من الناحية الفنية أن كيف الفن رسالة مهمة في توصيل أغلب قضايانا ويوثق أشيانا. يعني المعرض السابق كان عن إيش عطيتهم؟ عن حصار دولة قطر، فنفس الشيء كل حد فيهم أبدع معاناة الحصار، كيف قطر أقوى بعد الحصار، الأمور هذه كلها الفن قاعد، قضايا اجتماعية مهمة لازم إحنا نتطرق لها من خلال الفن. أيضا هو سجل يسجل لنا الأشياء عبر التاريخ. وتراوحت اللوحات المعروضة بين مختلف المدارس الفنية، وكانت كل لوحة بمثابة رؤية الطالبة لمهنة المعلمة في المستقبل. وتتحدث الطالبة نورة عن تجربتها في المقرر بشكل إيجابي، وتقول بأن لوحتها تعبر عن دور المعلمة في قيادة الطالبات نحو الاتجاه الصحيح. بناء على العنوان معلمة المستقبل، طلبت من المعلمة رسمة تعبر عن هذا الموضوع، فأخذنا في المقرر، تعرفنا من خلال المقرر على عن أنواع مدارس الفن، فاستلهمنا يعني من مدارس الفن بعض الأفكار، فبدأنا في الرسم. رسمت معلمة تقود الطلبة والطالبات مثل في طريق، بأن المعلمة تقود الطلبة والطالبات في الاتجاه الصحيح، ترشدهم وتوجههم. ومن جانبها تقول الطالبة الجامعية فاطمة القحطاني بأن الفن مهم في تثبيت المفاهيم والخبرات لدى طلبة المرحلة الابتدائية. الفن راح يفيدنا في أن احنا شلون بندمج الفن ونعلم الطلبة من خلال الفنون، ان شلون مثلا ثبت المعلومات او المفاهيم عند الطلبة. مثلا عندك مثلا درس في الاجتماعيات، بشرح للطالب عن مثلا مفهوم الهضبة، باخذ مجسم بسوي لهم وبخليهم يسوون هالمجسم بنفسهم، بيكونونه بيدهم وراح يتعلمون هالمفهوم وراح يثبت هالخبرة عندهم اكثر. بلغ عدد اللوحات المعروضة أكثر من 80 لوحة تنتمي لمختلف المدارس الفنية. مرة أخرى نستمع إلى الدكتورة لطيفة المغيصيب. العدد كان في حدود 85 عمل
كانت اللوحات يعني فيها طبعا تنوع كبير وفروق فردية بين المدارس، يعني بعضهم المدرسة السريالية، بعضهم المدرسة التكعيبية، بعضهم المدرسة التجريدية، بعضهم المدرسة الواقعية، يعني الكلاسيك الواقعي العادي اللي ما تقدر تختلف إذا شفت الشيء، وفي بعضهم لا لازم إرشاد حد يكون جنبك عشان يفهمك إيش مضمون اللوحات، خصوصاً المدارس الحديثة يعني التجريدية، وبعض المدارس يحتاج أن في أحد يوصل المعلومة أو الفكرة. دمج الفنون في المناهج الدراسية يساعد على زيادة اهتمام الطلاب ورغبتهم في التعلم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يطور مهاراتهم الفكرية في الاستنتاج وتحليل المشاكل. ومن هنا جاء اهتمام كلية التربية في جامعة قطر بطرح مقرر دمج الفنون البصرية لمعلمات المستقبل. فضاء. مئة وعامان مرت على وعد بلفور المشؤوم الذي منح فيه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور أرض فلسطين لليهود، وذلك في 2 نوفمبر 1917. وقد عبر الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش عن رفضه الإلغاء والإقصاء للشعب الفلسطيني بقصيدته الشهيرة عابرون في كلام عابر، التي تعتبر واحدة من أهم قصائده على مر العصور. أيها المارون، بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون، بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. نفسي الفداء لكل منتصر حزين، نفسي الفداء لكل منتصر حزين، قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان العقل، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا، نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى، مثل تاريخ هنا يملى فيتلى، حاصرونا كيفما شئتم فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق تحت الأرض من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها كشعر الغول، ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى، ألف أفعى، والسماء تريد أن تنقض كالمبنى القديم ونرفع الأيدي
ونرفع الأيدي لنعدل ميلها، وتكاد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين. يا أهل غزة ما عليكم بعدها، والله لولاكم لما بقيت سماء ما تضيء عليها. فضاء فضاء فضاء، برنامج ثقافي أسبوعي يعده ويقدمه سمير الحجاوي، يخرجه عبد الواحد محمد.